بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحاج محمد صلاح من كفر محمد الغتوري، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية. أنا أؤيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا وعائلتي، لفترة رئاسية جديدة من أجل التنمية المستدامة، ومن أجل مصر، ومن أجل الأمن والأمان اللي في البلاد التانية مش شايفاه، ومن أجل أنا ومئة مليون مصري بنحب مصر. فسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحب مصر جدنا كلنا، وأنا بأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.